السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيونداي ألانترا كاملة المواصفات، سعة 2000 سي سي، موديل 2020، تتعرفون عليها من خلال هذا التقرير. مواصفات السيارة الخارجية: المصابيح الأمامية هيلوجين، المصابيح النهارية، 4 حساسات على الصدام الأمامي، المراية الجانبية عليها إشارات فليشر وخاصية النقطة العمياء، وقابلة للطي كهربائيا، مقابض الأبواب مطلية بالكروم عليها خاصية الدخول الذكي، وهذه فتحة السقف. الإطارات مقاس 225 على 45، والرنجات مقاس 17، الرنجات بلونين الرمادي والفضي. أما من الخلف، المصابيح الخلفية LED، كاميرا الرؤية الخلفية، 4 حساسات على الصدام الخلفي، وهذا شكل مفاتيح السيارة. هذا محرك السيارة، 4 اسطوانات، سعة 2000 سي سي، يولد قوة 156 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات. أما بالنسبة للعزم، فيصل إلى 195 نيوتن متر من عزم الدوران. وهذه بطاقة مصروف السيارة، هيونداي ألانترا موديل 2020. اللتر الواحد بالبنزين يمشي السيارة 16 كيلو 100 متر، والتقييم ممتاز. وأنا حاليا في مقعد الصف الخلفي للمواصفات. فتحات التكييف الخلفية متوفرة، تكاية عليها حاملات الأكواب، طبعا المقاعد قماشية، شكل الأبواب من الداخل، عدد مسندين للرأس، الإضاءات الداخلية باللون الأصفر، وهذا شكل الداشبورد. مقعد السائق بتحكم يدوي، ومقعد الراكب الأمامي أيضا بتحكم يدوي.
وانا حاليا في مقعد الساق، نبتدي نشرح مواصفات السيارة من الداخل. حاليا بصور لكم بالفلاش، لاحقا بأصور بدون الفلاش. التحكم بمثبت السرعة عن طريق هذه الأزرار، التحكم بنظام الموسيقى والبلوتوث والفويس كومنت. خلونا نشغل بطارية السيارة. هذا شكل العدادات. السرعة القصوى 240. عليه شاشة معلومات، وضعيات القيادة نورمال ايكو سبورت، وايضا تظهر بالشاشة وضعيات القيادة نورمال ايكو سبورت. تمام، وهذه هي الشاشة، تدعم الابل كار بلاي وايضا تدعم الاندرويد اوتو. دليل السريع، بوصلة القبلة، شبك الهاتف، الراديو، الاعدادات، البلوتوث، لوحة المفاتيح، التاريخ والساعة، الشاشة الرئيسية. جميل جدا هذه الشاشة. التحكم بالتكييف اوتوماتيكيا، درجة الحرارة مستقلة بين السائق والراكب الامامي، منافذ اليو اس بي والاي يو اكس، منبض طاقة 12 فولت، عصا ناقل حركة مكسوب الجلد، اطفاء وتشغيل الباركينج سنسر، وضعيات القيادة، هاند بريك يدوي، وهذه حاملات الاكواب، اضاءات الازرار باللون الازرق، وهذه السدة عليها منفذ يو اس بي. ايرباجين للسائق والراكب الامامي، وطبعا تشغيل السيارة عن طريق البصمة. وعن يسار السائق تراكشن كنترول، نظام النقطة العمياء، التحكم بشدة الإنارات الداخلية، التحكم بالإضاءات الخارجية، التحكم بالأقفال، التحكم بالمرايا الجانبية، نافذة السائق تفتح وتغلق بلمسة واحدة. السيارة هذه بتكون في القمة لو كان يتوفر عليها مقعد سائق بتحكم كهربائي وعليه ذاكرة. حقيقة راح تكون مواصفات السيارة ما شاء الله كاملة والكمال لله وحده. طبعا عجلة القيادة مكسوب الجلد، ممكن التحكم بها يدويا، انزال، رفع، الى الامام، الى الخلف. ممتاز جدا، حلوه هالمواصفه في الهيونداي الانترا. الانارات الداخليه باللون الاصفر، حاملات النظارات، فتحه السقف، التحكم بفتحه السقف، طبعا فتحه السقف بس يعني تفتح بهذه الطريقه ما ترتفع للاعلى. شماسة السائق عليها مراية وعليها أيضا أضواء، وذات الموضوع بالنسبة لشماسة الراكب الأمامي. طيب طبعا الآن التصوير بدون فلاش، أشوفكم إضاءات السيارة من الداخل باللون الأزرق مثل ما تلاحظون. وهذا سعر السيارة يظهر الآن أمامكم، 8160 ريال عماني، 79,000 ريال سعودي، 21,200 دولار أمريكي. نشغل لكم السيارة، نحط الجير ريوس. هذه كاميرا الرؤية الخلفية، وهذه كانت مواصفات الهيونداي الانترا. المنافسين عندك تويوتا كورولا، نيسان سنترا،
هوندا سيفيك، كيا سيراتو ومنافسين آخرين. مبيعات الهيونداي ألنترا عندنا في السوق المحلي ما شاء الله ثابتة، مبيعاتها معروفة، وهي تعتبر المنافس الأشرس للتويوتا كورولا في سوقنا المحلي. وهذه كانت يا أخوان هيونداي ألنترا كاملة المواصفات موديل 2020. لا تنسونا من اللايك، اللايك يحمسنا للاستمرار، ولا تنسوا أيضا الاشتراك في قناتي. تحياتي لجميع المشاهدين، أخوكم ياسر الفارسي.